السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تريدون أن تحتسوا شاياً ليس كأي شاي؟ تريدون الاستماع إلى أغاني تراثية في حديقة أثرية مملوءة بأندر أنواع الزواحف الخطيرة؟ طيب، هل تريدون أن تكتشفوا كل هذا وتعيشوا كل هذه الأجواء؟ لا يوجد سوى مكان واحد، وهو حديقة الزواحف التي بناها السيد عزيز بيديه ليجعل منها مأوى للزواحف والثعابين الخطيرة. ومع مرور الزمان أصبح يحترف مهنة ترويضها. يقول السيد عزيز أنه لم يصب بسمها يوما، ومع تعاقب السنين وجد نفسه أكثر تعلقا بها. من منكم يستطيع اصطياد الأفاعي؟ بل من يجرؤ أصلا على الاقتراب منها؟ كيف يربضها؟ وكيف يصطادها؟ وكيف ينجو منها؟ ستتعرفون على كل هذا في هذا الروبورتاج الآن في هذا المكان وفي برنامج بدون عنوان. ثم نعود بعدها لنكتشف خبايا عزيز الإنسان والسلطان. هذه الأفعى اللي راكم تشوفوا فيها، هذه واسمها الأفعى الرملية سيراستس فيبيرا. هذه واش دير؟ تدخل تتخب تعيش غير تقلب تعيش غير في الرمل، يحل روحو كيما الكبرى. شوف ما شاء الله، هذا هو الكبرى الكاذبة، هذا هو الكبرى الكاذبة اللي ما يعرفهاش. وماذا بكم الناس اللي تعيش في الصحراء ولا تروح للصحراء اللي تلاقوا معاه؟ ما تقتلوهمش، حنا كاع كي نعود نروحو للصحراء ما مسامة مأفعى ما نقتلوهاش. في مشهد مثير يحبس الأنفاس، تجد أربعينيا يجول بعربته كاملة التراب الوطني باحثا عن أفاعي يصطادها ويروضها بمهارة شديدة على الخضوع لأوامره. هوي هاني احكي منطق. واو 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 واو، شو لكولور تاعها؟ شو 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 شحال شبة، شو 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 شبة بزاف لكولور نتاعها. شوف كيفاش الصفراء، روعة 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 روعة. تمناش يا خويا ولا غادا ولا خويا؟ لاباس فيها تراب بزاف، مخلاتيش الحمار. هايلة حميدة، هايلة حميدة اسم كاميرا ما لا بدي نطول. لاباس مخلاتيش الحمار باسكو فيها تراب. اصطيادها يحتاج لحذر في التعامل معها ولمهارة شديدة، فلدغتها قاتلة. هلا هذه هي الأفعى الرملية سيراستس فيبيرا، راني نصورها في التيران تاعها. راهي درك شحال راهي الساعة؟ راهي الربعة غير ربع، ربعة غير ربع. هذه وقتهم غرام يتجراو وقت البرودة يبروفيتيو قبل ما يطلع النهار. البرية وتحلى الحياة. السلام عليكم، مرحبا بكم في حديقة الزواحف عزيز حاج عيسى، تفضلوا مرحبا بكم. هاي ريح انت تاكل هنا رستم. محولا
منزله لمسكن يأوي الثعابين والأفاعى السامة وغيرها من الحيوانات النادرة. يقول عزيز أن الثعابين مثل البشر. والكوبرا جنرال ما تسمعش، هي تبع الحركة. شاف وليدي قال لي ماما راح تشوفي البيض. شفنا البيض. حنا المنا تاع الدجاج البيض نتاعو دائما يحطوا في بلاصه شويه تروبيكال لو طون يخرجوا صغار هذوك يروحوا لوراه، كل واحد يحكم طريقهم. هذا هو ما تتفاصوا، ما تخافوش منهم، ما تقتلوهمش، ما ديرونجيوهم، ما يديروا والو الثعابين هذوم. وهما 0% باسكو علاش بزاف الناس يوروا الثعابين هذوك، كاين دي فيديو يوروهم يقول لك هادو مسمومين وحنا اللي عندنا الحكمه ما يديروا لنا والو، يوريك يقول لك هاو يعيط فيه ما يدير لي والو. هما انا ماذا بيا نمد الحقيقه للناس، هادو ما عندهمش السم 0% في السم. يعرف ما يغضبها ويدرك سرعتها ومهارتها العالية في الهجوم وقدرتها الفائقة على الاختباء. ولا صاحبك درك غير هنا سوا في غردايا ولا عندكم كاع ما تخافيش منه. اوعدك شويه نورمال ما تخافيش منه، ما تروحيش من جهه راسه، ما تجي شوف هكذا شوف هكذاك كي تمانيبيليه، شوف غير بالسياس يديك دائما مفتوحه هكذا او جاي عندي ما يعطنيش، علاش باسكو ما نديرونجيش. تعلم عزيز منذ طفولته مهارة اصطياد الحيوانات بكل أنواعها مكتسبا خبرة والده الكبير في المجال، حيث كان يصحبه معه في رحلات صيد ليعلمه أصول التعامل مع هذه الحيوانات، مشيرا إلى أن لكل حيوان طريقة معينة في التعامل. لفنا تاعها يدير الكوغراسيو يجمد الدم في 10 دقائق للكوبرا السوداء هذه. تجربته معهم كانت مجازفة ومغامرة خطيرة تكللت بهذا المشروع. وهكذا نسيو درك نخرجوا الكوبرا لهنا تشوفوها كيفاش دايره الكوبرا دو بري، ومام طون نسيو درك نحكم لها راسها نوري لكم مام النيبان لي كروشي تاع لوفان تاعها كيفاش دايرين الكوبرا، ومام طون نديروا هده صغيره ثاني. هاي يا راهين هون. عشقه الشديد لهذا النوع من الزواحف وهوايته في تجميع أكبر عدد من الثعابين والأفاعي هاي الكاميرا درك هكذا نسيو نقلق فيها شويه باسكو راهي بارده ماهيش كاع 100% فوالا هكذا في لابوزيسيون اللي راكم تشوفوا قادره تطلع حتى ل 50 60 سنتيم ماكسيموم الفوق. وهادو لوريدو اللي راكم تشوفوا فيه لوريدو هادو سي دي كوت تحلهم وقت لا ديفونس، كي تحس بالخطر تدير لا بوزيسيون هذه تدافع على روحها. هذه هي الكوبرا النوار وقدرة تلحق حتى ل 2 متر 50 ماكسيموم. وشنو السورتيرا مازال ما طحناش مع الكوبرا 2 متر 50. هذه اذا تكون فيها واحد 1 متر 80 نسيي كيفاش نحكم لها راسها. هيا كلمي هاك شوف مام الحركه تاعها راهي بارده ماهيش فريمون فورم بزاف، راهي في السوبات الشتوي فوالا. هاي الكوبرا شوف هذه راه فيها واحد 1.80 متر فيها بالك ولا 85، هاي طويله. هادو لي زيكاي تاع هادو هما اللي تمشي بهم الزواحف كاع يتمشوا بلي زيكاي هادوم هم ليك. هذه اخطر افعى في شمال افريقيا لا قدر الله تقيس انسان. كوبرا السوداء كوبرا شمال افريقيا هذه تاعنا تاع الجزائر دوريجين لا قدر الله كان تقيس انسان عنده 10 دقائق 10 دقائق تقتلو ديريكت ما كانش كثر. هاو الناب نتاع من الفوق، هما كاع الافاعي في العالم عندهم زوج نيبان من الفوق بلا لا ماشوار نتاعها صغيره. هذيك النيبان هذوك رولي بار دو بوشات تاع لوفانا، كي تعط حاجه هي تمد لوردر لوفانا باش يخرج لوفانا ما يخرج.
والكوبرا تيلمو ماهيش عدوانيه خطرات دير لا بوزيسيون داتاك ما تحلش مام با فمها باسكو لو فون تاع عزيز عليها ما تاتاكيش في اي وقت خطرات دير دي بوزيسيون تاتاكي تحذرك برك باش تيفيتيها تروح على روحها وشنو كي ديباسي لي ليميت معاها ولا حكمت انسان كوندانيا مور سير بلاس ديريكت ماشي لعبه شوفوا النيبه نتاع الصغار ماشي كبار بزاف والله ما تخافي والله نورمال دي كونتراكتي ها هاي كاغيسيها لهنا شوفي ها نورمال باسكو كاع القوه تاع راه في النيبان هذوك الصغار والنيبه راني ميتريزيهم راهي حاكمهم ما تخافيش كاع منها ها شنو شتي ها نورمال كاع ها هاي الكبرى راكي صورتي بالكبرى اخطر افعى في شمال افريقيا الله يبارك فيك ما شاء الله عليك الله يسلمك ربي يحفظك هاي باش نرجعوها بلاصتها نطلقوها نطلقوها لهنا نخلوها كلمة شو هي كي تحس بالخطر دير روحها ميتة هيا نودي هيا نودي هاي ناس ما يقدروش على البرد هما ديجا سما جبتها على السخانه من الداخل كي تبرد بعد تتكلم تمتم تتكلم خلاص الدم تاعهم هو اللي يتحكم فيهم اعطوا لهم دواء الدم البارد كاع اللي سيربون في لهم هاي حلتهم شوف باش تطاكي شوف باسكو افونسيت ليها بزاف كيفاش حلت فما وهكذا كراني راي على بالي بلي راي بارده راني افونسي وكان جات سخونه بزاف ما نريسكيش نقدم ليها هكذا يعني. باسكو كي تعرف كاركتر تاعها خلاص راكي باردة راكي باردة هيا درك نحلوك الباب نرجعوها للسخانة يحتفظ بها يدربها ويراوضها بجانب أنواع أخرى من الزواحف والطيور والقنافذ والسلاحف وغيرها هيا نرجعك بلاستيك هلا رحي تدفي في هذا المكان تتربع الكوبرا كمالكة حيث تعد أخطر أنواع الأفاعي السامة والقاتلة على الإطلاق هادو الماتيريال اللي كتشوفوا فيهم هادو بارمي الماتيريال كاين الماتيريال أنا خدمهم على حسب اللي بوزون على حسب الانيمال هذاك وكاين ماتيريال بروفيسيونال كيما هادي راك تشوفي فيها هادي أنا خدمها فيها بالبلينوكس وميم طون راك تشوف لاماتير تاعو السوب لهنا هادي نبلوكي بها الكوبرا في لاناتور كي نجري مول الكوبرا نبلوكيها بهادي باش ما تروحش الوغ ممكن نبلوكيها ما تجرح ما يصرى لها والو باسكو ماشي نصيدو لانيمال جوست باش نجرحوه ولا نسيو نسعفي له ماكسيموم لانيمال هذاك ما نجرحوه ما نديرو له لا بانيك ما والو هذا البارميل هذا اللي يبلوكي الكوبرا هذا ما يجرحهاش سوبل هذا كيف كيف وكاين هذا كيف كيف مام هذا سي لو ميم سيستم تاع هذا الخدمه تاعهم كيف كيف وحده وهذه خطرات نطيح مع ان سيربون داخل تونل تاعو يجي بعيد ما نقدرش نجبدو نحكمو غير بهذا نحكم له راسو ابا بلا ما نديرونجيش باسكو لي كوت نتاعهم هادو التعابين عندهم دي كوت رقاق كيما تاع الحوت كيف كيف تسمى ما لازمش نديرونجيه نشدو غير بساس في راسو نخرجو من التونل تاعو غير بساس هكذا واش يخدم هذا كاع ماتيريال انا خدمهم وكاين هذا لوتي هذا بروفيسيونال هذا يخدم ا ديستونس شوف ميم لا سيكوريتي ها يتغلق هذا يشبه لراسي اه هذا يتغلق ومام تو مام داروا له هذا لو سيستم هذا طري بروفيسيونال كي نحكم حاجه ولا ما يجرحها ما يصرى لها والو بعد رحلة طويلة من التعلم والتجربة واكتساب الخبرة حول حاج عيسى هوايته إلى مشروع علمي لطلبة الجامعات ومقصد للعائلات والسياح إذا مشاهدينا الكرام كنتم قد تابعتم هذا الروبورتاج الذي أعددناه لكم عن حديقة الزواحف وأرحب وإياكم بالسيد عزيز حاج عيسى سيد عزيز حاج عيسى البرية وتحلى الحياة ديما اليوم جبت لنا نوعين الكبرى هناك مفاجآت مشاهدينا الكرام تنتظركم كاين الكبرى وهذه هذا تعبان تعبان ما وسام عزيز كل من يشاهد الروبورتاج سيتساءل سؤال واحد كيف تستطيع ترويض هذه الثعابين
وكيف قمت باصطيادها؟ بالنسبة للكبرى كيفاش صيدتها عزيز؟ منين جبتها؟ الكبرى هي تقريبا المناطق تاعها هنا في الجزائر، عايشه بين سكرة وبتنا حتى الخنشله. هذيك هي هذه منين جبتها؟ هذه الطبيعه تاع الكبرى، هذه من جهه بتنا. هاي عايشه تما باللي راهي تما. الكبرى هذه تقريبا تما وصلتني معلومه باللي كاين اللي شافها ما يقدرش تما يافونسي ليها ولا يميتريزيها. وليت نحلم بها كي سمعت الخبر باللي كاينه الكبرى في الكاين اللي شافها. وليت نحلم بها تقريبا 4 سنين وانا نحلم بالكبرى نوار هذه. كي كتب المكتوب رحت لها ميسيون سبيسيال لها، تسمى باش ندير البحث على الكبرى هذه لازم نشوف وين راهي تعيش، نشوف كاركتر تاعها اسكو صح كاينه ولا ما كانش. الحمد لله بعد جهد كبير كبير بزاف وفقني ربي لحقت لها، درني خدمه كبيره باش نحقق الكبرى هذه. تقريبا ايامات ضربت ايامات تقريبا واحد 10 ايام باش ديكوفريت كبرى كاينه وشفتها وقدرت صيدت لو برومي كوبرا من الجيري 2011. درك من 2011 لدرك صافي تقريبا عندي 10 سنين ديكسبيرونس معاها، عندي 10 سنين خبره مع الكوبرا هذه في الطبيعه في الماء في الطبيعه نتاعها وين تعيش. الحمد لله تعلمت منها بزاف ومازال درك راني نتعلم، باسكو الكاركتر تاع الكوبرا ماشي كاع كيما اللي سرقوا الاخرين، ماشي كيما الافاعي. كيفاش بديت هذا المهنه او بديت احترفت هذا الهوايه هذه ليك وبديتها كيفاش درت؟ والله كيفاش بديت الهوايه هذه؟ هي شوف من هوايه تقريبا نقول لك راهي في دمي بعد، هي من جدي، هو من جدي الله يرحمه ونعرف حاج عيسى بلحات، هو الاول من لو برومي اللي دار حديقه خاصه بالحيوانات دارها هنا في غردايا في لا ريجيون غردايا. درك هو توفى 96، هو خدم المشوار تاعو بالوقت هذاك بليمون تاعو، ولا معروف انترناسيونال، كانوا بزاف التوريست في غردايا يجوه سياحه بزاف ما كاينش اللي ما يعرف في غردايا. هو خدم الوقت هذاك خدم بليمون تاعو، كانوا عنده حيوانات ثاني ما شاء الله، كانوا عنده حيوانات من تاع لافريك ماشي تاعنا الوقت هذاك، ما من الحامه والاخر وقفوا مع عاونوا بزاف الحيوانات. كي توفى 96 الله يرحمه، ولادو شدوا لا رولاد، ولادو درك راهم كاع تقريبا تيريتوار ناسيونال معروفين بالحديقه تاع الحيوانات كيما وهرون تلمسان سطيف الجلفة ومن البواقي، هادو كامل ولادو. درك ولادو شدوا لا رولاد، انا تما تقريبا ولادو دوزيام جينيراسيون، راني نسيي كيفاش نديفلوبي الفكره تاع جدي نديفلوبيها لو ماكسيموم. على هذيك تقريبا انا كاع الحيوانات ميتريزيهم وشنو الزواحل شويه اكثر، على هذيك دخلت وليت ندخل للطبيعه وليت ندير لي ريسيرش ونصورهم ونبحث عليهم ومام طون ندير بزاف دي فيديو نوعي الناس ونوري. شفنا لي فيديو تاعك كي كنت تصيد فيهم عندي بزاف دي فيديو في لاناتور في الطبيعه، اسم الحيوانات هادو نعيش معاهم في الطبيعه نتاعهم، انا ما عنديش نجيب كوبرا نمثل ولا ندير ولا نحلها النيبان ولا نمثل على الناس، لا الكوبرا في لي كوبرا لحمش الكوبرا كي نوريها للناس نوريها لها بالسم نتاعها ونوري لها السم نتاعها واش ينفع واش دير الكوبرا في الطبيعه، ومام طون فاسي ميساج للانسان باللي الكوبرا ماهيش عدوانيه. الانسان اون جينيرال عنده نظره للزواحف ماشي مليحه، هي العكس تماما، هادو الزواحف خلقهم ربي خلقهم في مهمه، ما خلقهمش باش يجي الانسان يقتلهم وما خلقش الكوبرا باش تقتل الانسان، هادي خلقها باش دير توازن في البيئه. ومام طون درك تسمى كل عام راني نسي نوثق نخدم دي فيديو في الطبيعه سواء على الكبرى سواء على الثعابين ولا كامل الافاعي تاع الجيري. دونك الافاعي هنا في الجيري عندنا تقريبا 7 انواع اللي يسمين افاعي اللي عندهم السم، منها الكبرى لا بيراميد الفعه تاع الكرون تاع رم الله ليبيتين وكاين لا فيتار دو لاطاس، المهم كاين 7 انواع. وفي الثعابين كاين تقريبا 25 نوع ولا حتى 28 نوع، مازال ما خدمتش عليهم كامل. الهدف من البحث نتاعي ولا من الحديقه هذه نسيي كيفاش نوعي الناس لهم ماكسيموم. درك انا عشت كثير معاهم ونعرف مليح الكاركتر تاعهم الحمد لله. درك سوا كاين بزاف ديجا كاين دي ريزولتا، علاش بزاف كانوا يقتلوا تعابي كيما هادو ما يعرفوش شنو هو، كنا شفنا ديجا وحده من والله هادو كثار من كانوا يشوفوا لحنش حاجه دونجورو هو ماهوش دونجورو. بزاف الناس كانوا يقتلوا لي ديسباس هادوم اللي ما عندهمش السم ولا ما اللي عندها السم، لانه عزيز الغريزه الدفاعيه اللي كاينه عند الانسان
تخليه بي 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 غير يشوف حنش يطاكي ما عندوش هما اوتوماتيكمون لا الناس ماجوريتي لو كان نعطيكم الاخر هي النسبه المئويه تاع الثعابين والافاعي في العالم كاع ماهوش تسمم النسبه الكبيره في العالم ماهوش تسمم النسبه تاع الثعابين في العالم اكثر من الافاعي لو كان ضروري غير لهنا في شمال افريقيا بالك لو ماكسيموم ميكسيموم شمال افريقيا عندنا 8 ولا 9 انواع تطير شوف نونو السما لو كان نروح للثعابين اللي سمين شوف لا ديفيرونس بالك كاينين طرون كامل علاش علاش في 30 ولا 40 نوع مثلا علاش في افريقيا ولا في الجزائر كاين غير 8 ولا 9 انواع هذيك الطبيعه نتاعهم كل الاخر كل مشا كان كل ور واش خلق فيه ربي كاين اللي يعيش كاين اللي يعيش في الصحراء كاين اللي يعيش في الشمال كاين اللي يعيش في الوسط هادو الطبيعه نتاعهم وين خلقهم ربي راهم يعيشوا من اللي خلق الله راهم يعيشوا الدرك درك المشكل الكبير هو التعاف في الحيوانات المجينة المشكل الكبير هو الانسان درك الانسان ماهوش مثقف سيرتو حنا اون جينيرال ماهوش ما عندناش ثقافه تاع الحفاظ على البيئه ولا سيرتو التعابين هادو على هذيك رانا نسيو تسمى نوريو للناس هذا واشني هو واشني هو الفرق بين ثعبان والافعى واشني هو الافعى ما مسمى ماهيش عدوانيه هي تدافع على روحها والافاع علاش خلقها ربي في الطبيعه خلقها باش دير توازن في البيئه وربي علاش دار لهم السبات الشتوي وعلاش عطى لهم هذوك 6 شهور هذوك راه قليل ما ياكلوا والو الزواحف ما ياكلوا والو في 6 شهور تقريبا ما يصرى لهم والو وعلاش ربي دار لهم السبات هذا دار لهم باش يصرى هدنة بين القوارض والزواحف هذه كلش اللي حكمه ربي خلق هذوم ماشي باش الانسان يقتلهم حنا لي ميساج هذوم على بالنا باللي الناس وما كانش الناس اللي راهي دير تسمى يوثق الثعابين هادو ولا الطبيعة ولا يدير دي فيديو باش يوري للناس حنا انا واحد من الناس راني نسيي الماكسيموم نوري للناس سواء الطبيعة ولا لي فيزيتور لهنا الزوار كيجوني الحديقة راهم يشوفوا بعينيهم ونفهمهم ونوري لهم اون ديتاي وشنو هو الثعابين وشنو هما الافاعيل وكاين مام دي زيتيديو يحبوا يقراوا في الدومين هذا نقدر نعاونهم بالمعلومات تحويلك للمشروع الى تحويلك لهذه الحديقة الى مشروع علمي قائم بذاته اللي فيه العائلات مثلا او طلبه اللي فيه مثلا الطلبه الجامعيين يجيوا هنا من اجل الدراسه من اجل البحث والبحث العلمي اقول انت كيفاش جاتك الفكره انك تحول هذا المهنه الى مشروع علمي الفكره انا عندي دائما طبيعه في الحياه تاعي طبيعه تاعي نحب ماذا بيا نطور ما نقعد في كولوار انا قال 2021 كنت في واحد النيفو 2022 لازم نزيد 2023 ان شاء الله لازم نزيد هذه هي اللي ديفلوبي درك الفكره تاع جدي كيفاش بداها درك ما نخليش الانسان كي يورد حاجه ما يبداش منين انا ما نبداش منين نبدا جدي ماذا بيا نبدا منين نخلص هو باش نزيد نطور درك انا يجي ولادي ومن بعد يبداو منين خلاص انا ومن بعد يزيدوا يطوروا يعني ناوي تورثها لاولادك بربي ان شاء الله وشنو ماذا بيا ديفلوبي بزاف خير من هذا باسكو انا الحمد لله دخلت في التيرا انا تعلمت في التيرا ما قريت في الدومين تاع الحيوانات منطنها وشنو كونت روحي في التيرا درك الانسان هي القرايه مليحه ماذا بينا ما هادو لي زيتيديو اللي يقراو ما يريحش الجامعه يريح في كرسي ويلقى ستيلو ويريح اخرج للكرام انا بزاف يجوني من الجامعه لهنا ويحب يقرا على هادو ولا يحب انا نعاونهم بالمعلومات بلي فوتو ما عنديش مشكله انا نعاونك بصح ما تريحليش في كرسي ويلقى ستيلو اخرج للتيران اخرج للميدان باش تعلم هذا هو الميساج اللي نباسي للناس اللي راهي تقرا سيرتو في الدومين وماذا بينا واحد كيقرا في دومين يولي عنده هدف ماشي يقرا جوست باش يسوتني يحكم الدبلوم تاعو من بعد يريح عندك هدف اذا تقرا عليهم ماذا بك تروح بعيد خرج من فيتيرينار نشرشور ولا سبيز هذه الحاجه روح بعيد باش تفيد روحك وتفيد به ناس واحد اخرين طيب عزيز انت جامي قرصاتك لا الحمد لله جامي صرا لي ماكسيدون سيرتو في الافاعي الحمد لله جامي صرا لي مشكل معاهم وانا تعرفني بلي ناتوراليست ندور كاع تيريتوار ناسيونال خطرت نريح حتى لشهر في لاناتير جامي قلقني حيوان بري في الطبيعة على هذيك انا نوصي دائما الحيوانات البرية ماهوش عدوانية سواء كبرى سواء على بالي جديد ولا ثعلب ولا كيما الضبع كيما الاخر الناس يشوفوهم كامل عدوانيين ماهوش عدوانيين الثقافة تاع البيئة اون جينيرال ماشي غير الحيوانات ماذا بيا ندخلوها في ليكول من الصغر لازم نعاودو كاع نخدمو من الولاد الصغار باسكو ولد شنو هو الولاد الصغار في ديكارت ميموار فيارج دونك حنا نحطو فيهم واش نحبو مادام انا نعلمو من الصغر وشنو هو الحيوان وشنو هو الطبيعه الحيوان هذا واش ينفع كي نمشي في الطريق ولا ناكل ما نرميش لي بلاستيك في الارض البلاستيك هذا يوسخ الطبيعه او ياكل انا انيمال يموت كراس الانسان هذا هو المشكل اللي عندنا باسكو رانا نشوف وانا راني ندور ندخل لي فورين نلقاهم مسخين نروح للصحراء نلقاهم مسخين ندخل المغارات نلقاهم مسخين بارتو الناس يجوني الحديقه لهنا يعلم ربي واش يخلوا لي وسخ لهنا درك ماذا بيا انا نوصي الناس
الاماكن السياحيه ولا بلادنا ولا كل واحد قدام دارو ماذا به نتهلاو في الطبيعه تاعنا. باسكو الجزيره هذه بزاف شابه ولازم نتهلاو فيها، ما يجيش واحد اخر براني باش يتهلا فيها، ولا حنا ما تهليناش فيها واحد ما يتهلا فيها. درك حنا كل انسان، الانسان ما هو يمشي يلقى حاجه كل وسخ ولا حاجه ما يتكبرش على الاخر. العيب في الانسان اللي يرمي ماشي في اللي يهز حاجه يرميها في الاخر. انا هكذا، انا راني في الحديقه عندي على العام راني نهز فلوس تاع الناس ما عندي حتى مشكل. مي ماذا بيا الناس تبدل شويه الكاركتير نتاعها. عزيز انت الوحيد اللي عندك هذا النوع من الحديقه، حديقه الزواحف في الجزائر. الحديقه هذه لا تاع الزواحف، علاش سميتها بالزواحف؟ باسكو الوحيده في الجزائر. اول حديقه تاسست للزواحف هذه هي، وان شاء الله ماهيش كبيره كبيره بزاف، راني سي مازال في المستقبل نطورها. واش هو الحاجه اللي خلاتني باش نطور الفكره تاع الزواحف؟ هي اكتشاف الكبرى. الكبرى كيف اكتشفتها اول مره في الجزائر بانت 2011، وهي ستانس بس بروتيجي هل فيها متر؟ متر وخمسة وسبعين. أول كبرى صيتة هنا في الجزائر فيها متر وخمسة وسبعين. درك راه عندي كبرى مترتين وخمسة عشر سنتي، هي تقريب لي باطات لو ريكور في لي كبرى الجزائرية. قلت لك الفكرة هذه درك أنا الحديقة ما درتهاش، سميتها بالزواحف. وشنو التيتر تاعي الكبير؟ هو حديقة سياحية علمية ترفيهية. تسمى كيجي الإنسان يقدر يتعلم، يقدر يديفولي، يقدر يروبوزي فيه بزاف حوايج ان شاء الله في المشروع هذا. ونزيد لكم حاجه باللي الحديقه هذه حديقه الزواحف، اول حديقه في الجزائر بدات تنتج الحيوانات البريه وترجع للطبيعه. هادو يعني بعد ما تكمل، بعد ما تيكون التكاثر هنا ولا بلا تعاود ترجعهم. هذا هو الهدف نتاعي الكبير تاع الحديقه. انا كي نجيب حيوانات بالنسبه للكبرى عاود تخرجت منهم ولا؟ الكبرى شويه تري سونسيبل، الكبرى في لافيباريو ما تولد في وسط الحديقه ما تولدش. وشنو هذوك مشروع ان شاء الله كبير او فليتار راح نخدم لها محميه بروفيسيونال، هذيك بربي ان شاء الله راح تولد لهنا بربي ان شاء الله هنا بعد في وسط الحديقه. يعني ما تعاودش تطلقها كيفاش؟ نو كي كون تولد لي لهنا، هذوك اللي يزيدوا عندي لهنا نهزهم كامل نرجعهم للطبيعه نتاعهم مثل نصيد انا نخليها تروح هكذا باش ما يتسماش. كيما درت انا 2021 العام اللي فات هذا لافون داني خرجت الديوبه راهم في لاناتير زايدين هنا عندي، خرجت لي كان سوفاج البط البري لا تادور كازاركا، وخرجت لي امام المهاجر. هادو 2021 راني بديت. الهدف تاعي الكبير كل عام راه عندي كوطه تاع حيوانات يخرجوا للطبيعه بربي ان شاء الله. هذا عهد من عندي ان شاء الله. ماذا بينا كما في بليت دي فيديو في اليوتيوب، ماذا بينا وكان نلقاو كامل الحديقات تاع الجيري سواء تاع الخاص ولا تاع سواء الحمات. حاولت مثلا في هذا السياق، حاولت مثلا انك تتواصل مع حدائق وطنيه عندها طابع وطني اللي لربما تتبنى هي ايضا هذا المشروع وتنشر هذا المشروع على القطر الجزائري؟ ماذا بيا انا الحمد لله عندي لي كونتاكت مع الحمه ولا مع بن عكنون ولا مع الحدائق تاعنا. ان شاء الله رانا نشوفوا كيفاش نخدموا حاجه بروفيسيونال. ما نلحقوش لهذا الشيء. كل انسان يسي يخدم، ماشي حديقه قال حديقه ودخل دراهم ولا هذيك، لا من جي كونتر الكاركتير هذا وما نوليو نساهموا في الطبيعه. انا كي ندي ما على باليش مونغوس ولا ديب ولا ثعلب من لا ناتور دونك مازال ما لحقش الحيوان هذاك ينتج الطبيعه في الحديقه مانيش نخدم مازال. لازم انا درك لي موين تاعي شويه محدودين راني نسيك كيفاش نديفلوبي. انا ماذا بيا غدوه بعد نبدا نخدم في فليكاج كبار باش يبدا الحيوان هذا ينتج، كي يولي ينتج نرجع للطبيعه. باسكو علاش بزاف الحيوانات يقرضوا كاع في كاع الحيوانات اللي يقرضوا في الارض ولا عندنا في الجيري السبه تاعهم الكبيره هو الانسان. درك حنا الانسان ربي كرمنا بالعقل، لازم نخمو كيفاش نعاودوا نرجع الحيوانات هذو. مالغري راهم محميين بصح كان تحميه وكان دير 20,000 قانون والانسان ماهوش واعي، ما على بالوش بالقانون تاعك، تلقى ينفسد تلقى الاخر. حنا مليح القانون حيوانات قال كيما الكبرى ديكلاروها انسباس بروتيجي 2012 مليحه راهي محميه درك. وشنو لازم نزيدو نوعيو الناس اكثر، الحيوان هذا ماهوش ما يضرش الانسان، ماهوش صح عنده السم يقتل بصح ماهوش هو اللي يروح الانسان. هذا هو نقول لكم كاين ناس كيما جايب السكره وباتنا عندهم فلاحة الكبرى، والله صدقني الكبرى عايشة معاهم في وسط الفلاحة تاعهم جامي ضرت الإنسان وما يعرفوهاش مام باين كبرى. هنا تدي الميساج الكبير باللي ماهيش عدوانية، يتعايشوا معها عادي، هي ماهيش عدوانية. دونك مام راهي في غابته دونك راهو يخدم هو يفلح راهو ما على باليش واش يدير، ما تخرج جامي تخرج. نهار اللي يخرج من الفلاحة تاعو يروح يباعد قاعد تحس بلوكال باش تماك تخرج وين تقدر تصيد ولا تخرج قاعد في الليل. هذه هي الطبيعة تاع الزواحف اون جينيرال خاصة الكبرى. الكبرى كاع الناس يهابوا منها. وشنو
بزاف خوافه بزاف ترجع بالها على الانسان. دونك دونك كي تشوف الانسان على 200 متر طهر تتخبى سي ديجا تعرف باللي ماشي عدواني. هذا هو الميساج تاعي اللي كنت عزيز لما كنا خدمنا هذا الروبورتاج وكنا في عمليه المونتاج لهذا الروبورتاج الكثير من الزملاء قالوا لي بالك السمه ومن حريب كي كنت مدورها على رقبتي العديد قالوا لي بلي هذا في هذا الكبرى بالك ما فيهاش سم. لا لا حبينا نشوفوا مباشره هي هذو الثعابين اللي بزاف الناس جاوا الحديقه يصوروا بالثعابين هذو ما ملي بيبي صغار يصور كاع بها وشنو نفهموا هذوك تسمى كي تدخل في الحديقه نورمال انا بصح كي تدخل في الطبيعه جامي تمس هذو لي زيسباس باسكو هي عندها نزعه دفاعيه وعزيز عليها السم. ما كاين حلو شهادو ماهوش مسمومين يقدر يعضك وسيله ديفونس يدافع على روحه. وشنو حاجه اللي عندها السم هذيك جامي نسكي بها سواليه ولا لوحده اخرى ماما نتعامل معاهم نتعامل معاهم بلي نور وبالماتيريال وبلي ريسك. وانا شوف نتعامل مع لي كبرى ولا نفور لي زيسباس راني خايف منهم كاع اكثر من الناس هذوك باش الانسان يتفادى للاخر بين صوره. لو كانت قسي الكبرى لا قدر الله ما نتمنى ولا حتى واحد لا فوت ماشي تاع الكبرى لا فوت تاعي انا رحت ليها وانا صيتها وانا تعاملت معاها. الو رانا ربي كرمني بالعقل لازم نتعامل مع الكبرى مانيش نتعامل مع حنش ولا مع اي كانيش ولا مع نفور. على هذيك لازم نتعامل معاها بلي نور وبلي تكنيك بلي لي بتي ديتاي صغار هذا هو. درك حبيتوا تشوفوا الكبرى نسيو كيفاش نحكموها ونحيلها مام لوفون تاعها باش فوالا باش المشاهد الكريم والمشاهدات يعرفوا انه السم يقعد فيها ماشي تنحيلها السم. شوف كيما نعطيك حاجه كيما لي شارمور دو سيرتون هادو اللي يخدموا الاستعراضات بالكبرى لو كان نروحوا لمراكش ولا للهند ولا لا ماجوريتي هادوك اللي يديروا الاستعراضات بالكبرى هادوك اللي كبرى ما عندهمش السم ما يغلطوش الناس هادوك اللي كبرى كاع منحوحين النيبان. انا قاد الكبرى هادو ينحوا لها النيبان خلاص مسكينه ما عندها حتى قوه وكي نحي لها النيبان لا ديوريتي تاعها راهي تنقص راهي تموت ما تطولش وليو تعيش 20 عام بالك تزيد غير شهرين ثلاثه اربعه ومن بعد تموت تعيش حتى ال 20 عام ما فلوس ما نقدرش نعطيك اكزاكت باسكو ما زادتش عندي نقدر نعطيك افيبري بالك عندها واحد 13 14 عام هذه في عمرها باسكو ديجا راهي كبيره فيها واحد 190 هذه ولا هي كيفاش تحسب عمر الافعاء او الكبرى؟ ديفيسيل ديفيسيل على طول ماشي تقدر افيبري تعرف طول في ليكسبيريونس باش تعرف اكزاكت والله نتاعها ماهيش سهله ما تقدرش تعرف باسكو كاين اللي يشوف كي يقول لك يحسب لي زيكاي هادو لي زيكاي قال لك تسمى كاين اللي يشوف يحسبهم يقول لك باش يقيس الله منا ما كاينش منها هادو لي زيكاي كي يزيد لي تبدل الجلد تاعها اي شنو دابا هادوك نورمال هادوك يبدلوهم ربيع الاخر يبدلو 5 6 فوا 5 6 خطرات في العام يبدلوهم كل شهر تبدل الجلد لا بيريو تاع الصيف كومبلي ومن بعد يدي الخريف راهم داخلين في السبات كيما درك مازال في السبات درك لي زيكاي هادو ما يتحسبوش بالله هادو لي زيكاي باش دير لا ديفيرونس اونتر دو زيسباس بين زوج نواع تاع الحنوت هادو هادي هي ال هذا هو اسمه بصاموفي هذا بارمي لي زيسباس هنا في غردايه في غردايه وشنو خاص تاع المنطقه وشنو كاين واسمه جاك جاك هنا في لاريجيون غردايه عندنا تقريب سبع انواع تاع الثعابين اللي ماهوش مسمومين ماشي غير في غردايه كاع لا ماهوش سام هادو قادر كاع ما يعض الانسان ما يدير والو يجرحهم السم عنده هذا هو لا 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 طارمي الثعابين و متشرفين نروح نشوف الكبرى عزيز معلش وجاك كيفاش دير له؟ ورا جاك نديرو هنا عزيز من ثم من ثم نحطوه هنا في السجره ونخلوه هاي طلع سبر فيا راحت هنا هاي احكم روحك وريح لهنا درك هما شويه راهم ثقال ماهوش كيما سخان مازال راهم السبات الشتويين وكي يكون ما درك عنده تقريبا شحال تقريبا 4 شهور ما كلاش الوغ ما لازمش يدير بزاف لي زيفور باسكو لي دوموندي سما لينيرجي لينيرجي لازم ياكل باش هكذاك شويه راهم ثابل ماهوش فريمون ها شباب ايه وراك راه ريح معنا هنا فوالا درك نسينا نخرج الكوبرا تشوفوها مشاهدينا الكرام راح نشوفوا استعراض للكبرى مع عزيز تفضل عزيز تفضلك باش نسيي نخرجوها غير بالسياس باسكو رانا في اوندر واش هي نضيق ومام طون ومام طون نسيو كيفاش نسيو نحلها لو فون السم نتاعها باش الناس يعرف بلي الكبرى هذه راهي عندها لو فون تاعها درك نسيو وان شاء الله يكون عندها لو فون باسكو ماهيش تاكل بزاف دونك ما يشتاكل بزاف ما توليش عندها لا كونتيتي تاع السم دونك نسيي نخرجها غير بسياس
ما حبيتش تخرج؟ حب الكال. لا تستيقظ كيف نحكموها غير كيف. هاي غير كيف. هذه هي هاي الكبرى. شطل تاعها. هلا. نقدر. لكن سي ديجا بدات تحل عمري كروشي تاع لفانا تاعهم. عندها زوج نيبان من الفوق وميم طون عندها دو بوشيت، عندها اون بوشيت من هنا اون بوشيت من هنا. هذوك لوفانا هي اللي تمد لوردر لوفانا باش يخرج هكذا. دوك نسيو نديرو لها الاخر باش ديكاجي لوفانا تاعها. فوالا باش هكذا باش يشوفوا الاخر. بسم الله. فوالا شوفوا كيفاش تقطر دوك ال فوالا. هاي بدات تقطر لوفانا تاعها. شوفوا هاي لا قلت الاولى صح. لفانا تاعها تجي ترونسبارون ديرك. فوالا هاي بدات تقطر. شوفوا لا كونتيتي. لا قلت هذه قادرة تقتل الانسان بالغ في 10 دقائق. هذا هو لفانا تاعها. شوف هاي ليك بدات تزيد لا كونتيتي. فوالا هذا اسمه ماتيريال سيستم بروفيسيونال كيفاش نحو لها لبنا. فوالا سي بون. هاو لبنا تاعها شو شتي. فوالا هادي هي الكبرى. شوفوا هادي ديجا الطون تاعها راه فيها واحد المتر تقريبا واحد متر و90. شوفوا الطول تاعها وين راهي لاحقه. هاي السم تاعها كاين هنا كاين فوق راسها لهنا وليك كاين دو بوشات. هذوك النيبان هذوك رولي با دو بوشات تاع لوفونا. وهي كي تحكم تعض تماك تمد لورد لوفونا يخرج لكل لا قلت هذه تخرج رابيدمون. هذه الخدمه تخدمها في ثانيه. في مرحله الخطر كل ما تكون مرحله خطر تطلقها في اي وقت. سي نورمال سي نورمال. هذا هو الاخر. والسم نتاعها تستعملوا الا للضروره. السم تاعها عزيز بزاف عليها. تستعملوا سوا باش تقتل الفريسه نتاعها باش تاكل ولا تدافع بها. خطرات دير لا بوزيسيون ديفونس تحضرك دير لاطاك هذيك ما تحلش مام طافمها تسمى تفيرتيك ماهيش عدوانيه. وكي تحس بالخطر هي تحس بالخطر بزاف هي اللي دير روحها ميته. والفيديو هذا صورته الخطره هذه في بسكرا على المباشر كنت نجري وراها تم دارت روحها ميته هزيتها بيدي حطيت كاع الماتيريال هزيتها بيدي. وهذا لو سيستم هذاك بزاف لي شارمو دو سيرفون هادو اللي يديروا الاستعراضات بالكبرى يقول لك حنا عندنا الحكمه حنا اللي نقراو عليها نقدوها ما كاينش منها. الكبرى نرجع حاجه هذه كبرى شمال افريقيا هي اللي دير روحها ميته هكذاك باش تحس بالانسان تسمى العدو تاعها يخليها تصادي زون باش تهرب. حنا ماذا بينا نمدوا الحقيقه تاع الزواحف هادو للناس ما نكذبوش على الناس. هذا هو لو ميساج اللي ماذا بيان باسي لاخر الناس. هذا هو نسيو نرجعها في بلاصتها باش مام البرد عليها. يعطيك الصحة عزيز. تقدري تمسي فيها. نخاف. ما تخافيش نورمال. نورمال نورمال باسكو الدونجي. شوف الكبرى الدونجي كامل هنا. انا ما لازمش نغلط في لا بوزيسيون. درك هنا ما تخافيش انت مسي على روح. والله ما دير لك حاجة والله نورمال ها. خلينا نروحوا نخدموا نرجعوها لبلاصتها. والله ما في حاجة. هما سي لوكازيون تمسي فيها نورمال. هاي الكبرى ها نورمال. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه حلقه اليوم من برنامج بدون عنوان والتي كانت خاصه بالزواحف وصياد الافاعي. عزيز شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في هذا البلاتو الذي اعددناه في هذه المره خصيصا في حديقه الزواحف للسيد عزيز حاج عيسى. عزيز شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم. ان شاء الله الناس تسمع بزاف لي ميساج هادوم. ودرك الانسان دابين احنا ما يخافوش من الحنوشة هادوم. هذا هو اسم الهدف تاعنا ما يخافوش وان بوين سي تسمى نحتفظوا الماكسيموم على الطبيعه تاعنا. الطبيعه تاعنا ريش ماذا بينا احنا كامل نسالوا فيها لازم احنا اللي نحتفظوا بها. اسمه كل انسان هو مسؤول على البلاد وعلى قدام داره وعلى قدام
لا حمتو على كل انسان مسؤول على الاخر، دونك ما لازمش تكون انانيه. هذا هو نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في هذا المشروع. امين امين. ليتحول الى مشروع وطني ولماذا لا عالمي باذن الله. ان شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا. مرحبا بكم في اي وقت ان شاء الله يا ربي. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا العدد الخاص بالزواحف مع سيد عزيز حاج عيسى في غردايه. نلتقي في عدد آخر وموضوع آخر من برنامجنا بدون عنوان.